معكم مشاهدينا الكرام إلى هذا البث المباشر لمؤتمر صحفي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة في ليبيا حول الأوضاع هناك. شجاعا صاحب فزعة تنسى بها نفسك من أجل مساعدة الآخرين، كما لا يفوتنا أن ننعي وبكل أسف كافة الأبطال الذين قضوا في محاولة إنقاذ ومساعدة المواطنين، سواء من أبطال الهلال الأحمر الليبي أو المدنيين أو العسكريين. نحتسبهم ونحتسب جميع ضحايانا من الشهداء بحول الله تعالى. وحيث أن الجميع يتطلع لمعرفة جهود الحكومة وما الذي قامت به للتعامل مع هذه الأزمة الكبيرة التي تكفي لأن تضع أي حكومة في موقف صعب، فما بالك بحكومة بلد لم يتخلص بشكل كامل من حالة عدم الاستقرار وتوقفت فيها التنمية والتطوير لعقود من الزمن جراء الحروب والاقتتال. ومع ذلك فإنه من حقكم جميعا الاطلاع على آخر المستجدات، وكذلك معرفة تعليمات دولة رئيس الوزراء والتوجيهات المهمة والضرورية لتنظيم آليات التعامل مع أزمة الفيضانات في المنطقة الشرقية. وفيما يلي يسرد عليكم السيد رئيس اللجنة معالي وزير الحكم المحلي السيد بدر الدين التومي أهم هذه المستجدات وما ورد من خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للطوارئ والاستجابة السريعة. فلتتفضل معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نعزي كافة أبناء الشعب الليبي في ضحايا التي نتجت عن المنخفض الجوي والفيضانات والسيول الناتجة عنه نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين. حقيقة بمجرد ما الأرصاد الجوية بلغت ببداية المنخفض الجوي ومرورها على غرب البلاد وما نتج عنه من كميات كبيرة من الأمطار تم التعامل معها وتمت معالجتها، إلا أن المرحلة الثانية لهذا المنخفض الجوي والتي تبدأ من شرق سرت إلى شرق البلاد، معالي دولة رئيس الوزراء شكل فريقا حكوميا للطوارئ والاستجابة السريعة. مباشرة تم تشكيل فرق عمل فرعية برئاسة السيد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات وعضوية السادة عمداء البلديات، وأيضا تم تشكيل غرفة فرعية بعضوية كافة مخاتير محلات البلديات من خليج السدرة إلى مساعد شرقا، تصل الليل بالنهار وتتواصل وتقيم الموقف وتحيل التوقعات والوضع القائم للغرفة المركزية بمركز الاتصال المحلي 1415. ناخذ السرد تاريخي ابتداء من مساء يوم السبت، وأيضا جغرافيا بمجرد تشكيل الفريق الحكومي عقدت الاجتماعات وتم تشكيل الفرق الفرعية كما تم إيضاحه سالفا. المنطقة من شرق سرت خليج السدرة جدابية البريقة قمينس سلوق ولله الحمد كان الوضع القائم أفضل مما كان متوقع، كانت هناك رياح تعتبر قوية نسبيا، هطول الأمطار كان بسيط، فبالتالي لم تحدث أي إشكاليات تذكر. مدينة بنغازي كان من المتوقع وفق التقارير الأولية أن تكون هناك أمطار غزيرة جدا وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولكن ولله الحمد أيضا معدل هطول الأمطار ومعدل الرياح كان أخف مما هو متوقع، وبالتالي كانت الأضرار ليست بالكبيرة، ما فيش أي أضرار بشرية، وأيضا الأضرار المادية لم تكن كبيرة، حصلت بعض الفيضانات في جليانة وفي قريونس ولكن ولله الحمد تم السيطرة عليها. ابتداء من شرق بنغازي من توكرا بلدية توكرا بلدية ساحل الجبل جردس العبيد الأبيار غربا البيضة عمر المختار مدور الزيتون
يوم ليلة الأحد اللي هي السبت ليلة يوم الأحد كانت فيه أمطار غزيرة ورياح نتجت عنها أضرار مادية تعتبر كبيرة في بعض المدن، تركزت في البياضة وفي بطة في بلدية الساحل. توكرا أيضا كانت فيها بعض الإشكاليات وتم التدخل لمعالجتها. في بلدية جردس العبيد كانت محل التاكنس هي الأكثر تضررا. البيضة حقيقة بلدية البيضة وبلدية عمر المختار كان فيها معدل هطول أمطار عالي وتحركت المياه بقدر عالي من السرعة، أدت إلى أضرار مادية في السيارات وفي المساكن وفي المحلات التجارية. أيضا المرج وباعتبارها بلدية جبلية حصلت فيها أمطار كبيرة نتج عنها أضرار في بعض المساكن. مباشرة بمجرد هطول الأمطار ولمعالجة الإشكاليات خصوصا في قطاع الطرق ما بين المناطق، تم تفويض عمداء البلديات لإجراء المعالجات والتعاقد مع الشركات الخاصة في حال ما كانتش الآليات الحكومية ولتتبع الشركات العامة تغطي هذا الاحتياج. وبفاعلية كبيرة كانوا السادة عمداء البلديات في الموعد وأدوا المهام المطلوبة منهم إلى غاية ما بعد منتصف الليل يوم الأحد. فيما يتعلق بدرنا كانت الأجواء نوعا ما جيدة، زخات مطر ليست بالكبيرة، معدلات الرياح معقولة، ولكن للأسف مع بعد منتصف الليل كانت الأمطار كثيفة جدا. مع ساعات الصباح الأولى حصل انهيار في سد وادي درنا وسد شواعر أدى إلى حدوث انجرافات كبيرة نتج عنها جرف مجموعة من المنازل والمحلات التجارية وأدى إلى وجود ضحايا بأعداد كبيرة تفوق 1800-1900 شخص. أيضا هناك العديد من المفقودين لازال جاري البحث عنهم نتيجة انقطاع الاتصالات وانقطاع الكهرباء عن بلدية درنة. الأعداد لازال جاري التحقق منها. تم دفن بعض الجثمين لمن تم انتشالهم وتم التعرف عليهم. لا زالت الآن البلدية والأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ تشتغل لغرض البحث عن المفقودين. فيما يتعلق بحالات الوفيات في البلديات الأخرى، بلدية البيضة وعمر المختار، بلدية البيضة 27 حالة وفاة منحت الإذن من النيابة العامة في الدفن، وأيضا 27 حالة ما بين البيضة وعمر المختار، 17 منهم في بلدية البيضة وعشرة في عمر المختار منحوا الإذن من النيابة العامة بالدفن. وفيه حالات مفقودة الآن جاري البحث عنها. بلدية جردس العبيد في تحديدا في تاكنس كانت فيه 12 حالة وفاة منهم أسرة متكاملة هم من بلدية الأبيار لعائلة العمروني. الوادي أخذ العائلة بكاملها مكونة من 5 أفراد، الأب والأبناء تم الحصول على جثامينهم والأم لا تزال مفقودة. في بلدية الساحل منطقة بطة حصلت حالة وفاة، سيارة عليها السيد عثمان بو خويدم جرفته السيول وانتقل إلى رحمة الله تعالى. مباشرة معالي دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وجه كل الوزارات وكل الأجهزة التابعة للحكومة للتدخل بشكل مباشر. سيرت مجموعة من القوافل، الشركة العامة لخدمات النظافة طرابلس والشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، وأيضا طب الطوارئ والطب العسكري والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للكهرباء وهيئة السلامة الوطنية وأيضا وزارة الداخلية. انطلقت قوافلهم لتقديم الدعم والمساندة للبلديات المتضررة. أصدر معالي دولة الرئيس قراره باعتبار البلديات المتضررة بلديات منكوبة. وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتقديم الدعم والمساندة للأهالي والسكان من خلال توفير المستلزمات الخاصة بالنزوح للناس اللي خرجت من مساكنها.
أيضا الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها قامت بإنشاء إنشاء محطات متنقلة ومولدات لعودة الاتصالات لبلدية درنة التي انقطعت فيها الاتصالات وانقطعت فيها الكهرباء، وأيضا الكهرباء انقطعت في مجموعة من البلديات، والآن بدت عودة الكهرباء لعدد منها. بلدية البيضة من حوالي 3 ساعات بدت ترجع الكهرباء تدريجيا، الآن الاتصالات بدت ترجع لبلدية درنة، وأيضا تم بلدية جردس العبيد والمرج بدأت الكهرباء ترجع، وفي من بعض البلديات تم تغطيتها بشكل كامل. اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء وتوجيهات السيد رئيس الحكومة انعقد الفريق الحكومي بكامل أعضائه، وتم التواصل بشكل مباشر مع السادة العمداء عميد بلدية ساحل الجبل وعميد بلدية درنة والبيضاء وعميد بلدية جردس العبيد، توكرا، سوسة، الأبرق، المرج، مدور الزيتون، الأبيار، كانوا حاضرين معنا لهذا الاجتماع عبر وسائل التواصل، وتم تقييم الموقف وتم تحديد الأولويات لعملية التدخل لمعالجة الإشكاليات الواقعة على الأرض. أيضا وزارة الشباب قامت بتشكيل فريق من الشباب اللي انتقل إلى البلديات المتضررة، وأيضا قدموا جهود كثيرة جدا، وأترك المجال لزميلي السيد فتح الله لتقديم توضيح عنها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نترحم على هل اللي فقدناهم في هذا المنخفض الجوي اللي تعرضت لمناطق المنطقة الشرقية، وكيف ما أشار السيد رئيس اللجنة الحكومية للطوارئ لمجابهة تداعيات المنخفض الجوي اللي تعرضت لبلديات المنطقة الشرقية. وفق التعليمات اللي صادرة إلينا من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تسخير كافة إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة تداعيات المنخفض الجوي بالمناطق اللي تضررت نتيجة الفيضانات والأمطار، وزارة الشباب شكلت عدد 2 فيلق شبابي للتطوع بواقع 150 متطوع لكل فيلق من وكالة الجهود التطوعية للشباب وحركة بيوت الشباب الليبية للانتقال للمناطق اللي تعرضت للأضرار بوصفها مناطق منكوبة، وتشكيل 4 غرف فرعية تابعة لغرفة الإسناد بديوان وزارة الشباب للجهود التطوعية للشباب لمجابهة الأضرار والقيام بعمليات الإسناد للبلديات وعمليات الإغاثة والإيواء للنازحين من مساكنهم اللي تعرضت للأضرار. 4 غرف اللي تم تشكيلها غرفة إسناد بمدينة بنغازي الكبرى، وغرفة إسناد عمليات ميدانية بمدينة المرج والمناطق المجاورة لها، وغرفة عمليات ميدانية للجهود التطوعية للشباب بمنطقة البيضاء تغطي جوار البلديات المجاورة لمدينة البيضاء، وغرفة عمليات ميدانية فرقة عمليات ميدانية لمدينة درنة اللي تعرضت للأضرار الأكبر نتيجة هذه الفيضانات. تم التنسيق المباشر الحقيقة مع قطاع الرياضة لتسخير الإمكانيات وفتح المرافق الرياضية والشبابية بالمنطقة الشرقية من أجل عمليات الإيواء ونقاط التوزيع ونقاط توزيع المؤن والاحتياجات الإغاثية، والسيد وزير الرياضة وجه بالتنسيق المباشر ما بين الغرف 4 للعمل ميدانيا. فيما يتعلق أيضا تم تخصيص موازنات مالية عاجلة لأفرع وكالة الجهود التطوعية للشباب ولحركة بيوت الشباب الليبية وبيوت الشباب المنتشرة بهذه المناطق لسد الاحتياجات العاجلة والضرورية لعمليات الإغاثة والإسناد والإيواء. والتنسيق المباشر صدرت التعليمات بالتنسيق المباشر مع عمداء البلديات كيف ما أدلف السيد رئيس اللجنة الحكومية. اليوم الحقيقة اللجنة الحكومية هي منعقدة بشكل دائم
لتواصل وتنسيق وتنسيق العمليات الإغاثية مع مختلف قطاعات الدولة وأجهزتها المحلية في المنطقة الشرقية. أصدرت اللجنة الحكومية توجيهات مباشرة لقطاعات الدولة المختلفة. بدأ فعليا الانتقال الفوري لعدد من اللجان، اللجان المشكلة من قطاعات الدولة المختلفة للوقوف على عين المكان بالمناطق المنكوبة، وصدرت إليهم التعليمات لحل المختنقات العاجلة في هذه المناطق، أيضا بالتنسيق مع عمداء البلديات. من الإجراءات العاجلة اللي اتخذتها اللجنة الحكومية وبتوجيه من السيد رئيس اللجنة معالي وزير الحكم المحلي، تم تسيير 54 شحنة وقود وغاز للطهي للمناطق المنكوبة وإعطاء الأولوية لمدينة درنة. أيضا تم تكليف عدد من الشركات الوطنية للبدء الفوري في أعمال التهيئة وفتح المسارات الترابية للطرق المقطوعة نتيجة الفيضانات والسيول. كثير من البلديات ومحلاتها حصل فيها انقطاع للطرق، مما أدى إلى انقطاع السكان على مراكز المدينة وفقدان الاتصال المباشر بين مركز البلدية والمحلات. تم تكليف الشركات والبدء بدأ من اليوم في انتقال الآليات للمواقع لفتح المسارات وفق الاحتياجات اللي جتنا من عمداء البلديات الضرورية لفتح المسارات. أيضا الحقيقة تم تكليف لجان فرعية بالمناطق المنكوبة لحصر الأضرار وجبر الضرر بالتنسيق مع عمداء البلديات وقطاعات الدولة في هذه المناطق. أيضا تم توجيه القطاعات المختصة في مجال الصحي وأجهزة القطاع الصحي لتوفير عدد من سيارات الإسعاف لتغطية الاحتياج العاجل بالمراكز الصحية، خاصة المراكز الصحية التي تعرضت لأضرار بشكل مباشر وفقدانها لعدد من سيارات الإسعاف بجراء هذه السيول. تم إعطاء التعليمات لقطاع التعليم والشؤون الاجتماعية لتوفير متطلبات الإيواء المؤقت للأسر التي تم إيواءها في المدارس، وسيد وزير التعليم أعطى تعليمات مباشرة لمراقبات التعليم بالتنسيق مع البلديات وتوفير احتياجات الضرورية. أيضا القطاع الحكم المحلي تم تخصيص موازنات مالية مستعجلة لكل البلديات بالمنطقة لحل الاحتياجات الضرورية إلى حين حصر النهائي وتحديد الاحتياجات النهائية في المناطق المتضررة، لأن الحقيقة عمل اللجنة الحكومية في حال انعقاد دائم، وبعد عودة الاتصالات لبعض المناطق خاصة مدينة درنة والعودة التدريجية للكهرباء في المناطق اللي انقطع عليها الكهرباء نتيجة الفيضانات، أصبحت هناك احتياجات تأتينا وتكون واردة للجنة الحكومية بكل ساعة ويتم حصرها ويتم توجيه القطاعات المختلفة لحل المختنقات. كيف ما أشار السيد رئيس اللجنة الحكومية، تم الاتصال المباشر مع عدد حوالي 12 بلدية، أعطونا موقف مستعجل وآني للأضرار اللي تعرضت لها هذه المناطق، وتم تكليفهم بحالة تقارير دورية كل تقريبا بمعدل كل 6 ساعات للجنة الطوارئ الحكومية. أيضا الحقيقة جاري التنسيق لتوفير 3 مستشفيات ميدانية بشكل مستعجل في منطقة البيضاء وفي منطقة درنة وفي منطقة تاكنس لسد الاحتياج المطلوب توفيره في المراكز الصحية ولإسناد عمليات الإنقاذ وعمليات البحث على المفقودين. وهناك أيضا تنسيق من خلال اللجنة الحكومية لتوفير عدد من فرق الإنقاذ المتخصصة من الدول الصديقة والدول الشقيقة اللي أبدت استعدادها
لمساندة الشعب الليبي في هذه النكبة اللي تعرض لها نتيجة الفيضانات، وجاري التنسيق مع قطاع الخارجية وزارة الخارجية للتنسيق مع المنظمات الدولية وهذه الدول المشكورة. أيضا الحقيقة صدر تكليف لشركات النقل الجوي الوطنية لزيادة عدد الرحلات الجوية، وعلى وجه الخصوص لمطاري مرتوبة واللبرق، ونقل النقل المجاني للأطقم الطبية وفرق المساعدات، وكيف ما أشرت على وجه الخصوص لمطاري لبرق ومرتوبة. هناك تكليف أيضا للجان قطاعية اللي كيف ما أشرنا كلفت عدد من اللجان الحكومية المتخصصة بالتنسيق مع البلديات، وأكد عليها السيد رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي على الانتقال الفوري وعلى عين المكان وحل المختنقات العاجلة والاتصال في كل وقت وفي كل ساعة باللجنة الحكومية للتدخل عبر القطاعات العامة في الدولة. أيضا من الإجراءات اتخذتها اليوم مساء اليوم اللجنة الحكومية هو الإذن للبلديات بالتعاقد المباشر مع الشركات المتخصصة خاصة في خدمة شفط مياه الأمطار والتهيئة الترابية، وتوفير وستقوم عمليات المساندة سواء من الهلال الأحمر ومن فيالق التطوع لقطاع الشباب بالإسناد المباشر للبلديات، وتلتزم بالتعليمات المباشرة لغرف العمليات الميدانية اللي ترأسوها غرف الطوارئ اللي ترأسوها عمداء البلديات. هذا بشكل حقيقة عاجل وموجز كيف ما أفاد السيد رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي الإجراءات اللي اتخذت هذا اليوم ومن يوم أمس، ونأكد على أن عمل اللجنة بشكل مستمر وطيلة 24 ساعة، اللجنة الحكومية واللجان الفرعية بالقطاعات المختلفة. شكرا سيد رئيس. شكرا أستاذ فتح الله. الحقيقة حابب نأكد على أن المسارات الثلاثة مع بعض منطلقة. المسار الأول يتعلق بالإنقاذ للحالات اللي تأثرت نتيجة الأمطار والسيول، وفريق هيئة السلامة الوطنية المتكون من 250 عنصر متخصص مصحوب بالزوارق وبالتجهيزات الخاصة بعمليات الإنقاذ بعون الله قبل ساعات الفجر الأولى يكون متواجد في بلدية درنة. بالتوازي نعمل على عمليات كما تفضل معالي السيد الوزير، عمليات الإيواء وتقديم الخدمة للناس التي تضررت واللي خرجت من منازلها. المسار الثالث وهو تقييم الأضرار وجبر هذه الأضرار وإرجاع الحال كما كان عليه وأفضل، هو المسار الثالث، واللي البلديات اللي استقرت فيها الأوضاع الجوية هتبدأ اللجان مباشرة من نهاية يوم الغد في عملية الحصر وتقييم الأضرار. نتمنى أن كنا حطناكم في صورة واضحة حول الإجراءات المتخذة. نسأل أفاد معالي وزير التعليم أنه تم تمديد عطلة المدارس في البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية إلى يوم الخميس القادم، يعني الدراسة تستأنف يوم الأحد في الأسبوع القادم، وهذا إحدى الإجراءات الاحترازية لأن في بعض المدارس الآن مشغولة بالناس اللي خرجت من منازلها والمرحلة اللي بعدها تحتاج إلى تسوية وتهيئة حتى يتمكن أبنائنا الطلبة من العودة لدراستهم. نتمنى السلامة للجميع، وندعو الله عز وجل أن يتقبل المتوفين شهداء ويتقبلهم من الشهداء. نسأل الله وأكد نسأل الله السلامة وأنه يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد. الحقيقة أن هذه الجائحة كانت مفاجئة وكانت كبيرة،
أضرارها للأسف مؤثرة، عدد الضحايا يعتبر كبير، عدد المفقودين كبير، الأضرار المادية كبيرة، الأمر ليس بالهين، نحتاج إلى تكاثف كل الجهود، نحتاج إلى تعاون كافة الأطراف، الأجهزة الحكومية، منظمات المجتمع المدني، المواطنين، يجب أن ندرى كل الخلافات والاختلافات الاجتماعية والأيديولوجية، هدفنا هو إنقاذ الأرواح، هدفنا هو تقديم الخدمة، هدفنا هو عودة المتضررين إلى منازلهم، هدفنا عودة الدراسة بشكلها الطبيعي وتقديم أفضل الخدمات للأهالي والسكان لمواطني ليبيا. شكرا جزيلا لكم، وأحيل لزميلي السيد محمد حمود الناطق الرسمي باسم الحكومة للاختتام. الختام، نذكر أنفسنا وإياكم بقوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نتمنى التيسير لكل المواطنين الليبيين ولأهلنا في المنطقة الشرقية، وأن هذه اللجنة منعقدة بشكل مستمر، وسوف نوافيكم بكل المستجدات من خلال الظهور الإعلامي المستمر، وذلك من باب طمأنة أهلنا ومواطنينا في المنطقة الشرقية، وكذلك إحاطتكم بكل ما هو متاح لدينا من معلومات من أرض الواقع بكل شفافية ومصداقية. ونتمنى التوفيق للجميع، ونشد على أيدي العاملين في الميدان من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي الختام، حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.